قبل ما يبدا الفيديو بغيت نقول لكم بالله هذه البارتيه الثانيه من المشي ديال المغرب. الا كنتي مازال ما تفرجتي البارت الاولى كان صافي كنتي تفرج فيها قبل ما تفرج في هذا الفيديو. وهذا ما كان انجوي. هذا النهار الثاني في الصباح خرجت انا وعمتي مشينا للبرج وداك الطبقه ومشينا قطعنا الساتيام. كانت باقا بلاصه واحده ديال الساتيام صافي هذيك غنمشي دابا انا ومرات جدي حيت مرات جدي تاهي. والبارح البارح كنت عول هي تمشي وفي الاخر قالوا ما بقاش بلايص وقطعوا لها هذا النهار وزهر بحال باش نمشيو بجوج بينا. صافي هذيك دابا غادي ندوز لعندها حيت دابا هذه الخمسه وزياده. المهم كان فيا اللي صور صراحه الصباح كنت فايق ضايخ والروينه وكذا بحال باش ارتاحيت اصلا من الفور. صافي دابا جمعت حوايجي وخا صراحه داك الجاكيط ديال البا اللي قدقت السخت اللي مرضت فيها في المطار هي اللي عاوزاني مازال خاصني ما عرفتش كيفاش يمكن تاهي غنلبسها دابا في هذه الحراره. دابا غادي نمشي ندوز ان شاء الله عند مرات جدي حيت راه كيسكنوا غير حدانا بحال باش نمشيو للساتيام حيت مازال هكاك شي ساعه بحال باش يقلع الساتيام. ما عرفتش واش نقد نصور حدا مرات جدي وحنايا في الساتيام وداك الشيء حيت كنمرق منها واصلا ما بغيتهاش تبان زعما في يوتيوب وداك الشيء. مي بون فاش غادي نوصل بعدا للدار ضروري خاصني نصور الرياكسيون ديال الدار حيت خويا زقلتو عماتي ما زقلتهمش واخا داك الشيء ما بانش مزيان حيت طنان تعانقوا داك الروينه وعلى الله والديا ما زقلهمش الله. وصافي دابا غادي نهز روينتي انا جمع دابا الحوايج ودابا خاصني نتحرك عند مرات جدي. باي بلان واحد اخر هو ان المهم كتبغي تبان فيديوهات دونك ما عرفتش كيفاش ندير صور اصلا الرياكسيون. يمكن فاش غندخل غادي نصور وانا هز التليفون غير هو ما غاديش نبين زعما غنحاول ما نبينش وجههم وهذا اصلا الا تلاقيتهم غادي نبدا نعنق فيهم داكشي وما نبقاش حاضي مع الفيديو. غنحاول ندير اللي في جهدي باش انني نبين الماكسيموم بوسيبل. دابا صافي دابا جمعت كاع الحوايج كلشي واجد خاصني نمشي دابا عند مرات جدي. 2 hours later المهم دابا قربنا الدخله ديال تاونات وعمتي مشات عيطات والديا قالت لهم بالله غادي يجيو شي وحدين من الخارج ما تكرب عليها. ومن بعد عيطات لهم قالت لهم بالحق راه كنت غير ضحكه بالله راهي حكام والروينه وداكشي. المهم ودابا صافي راه باقي لنا شي 10 دقائق يمكن باش ندخلوا للتاونات. سيما عمي يلاه دابا صونا لنوفل وقال له بالله غيتلاقانا في الساتيام. تا هو كنت فراسو بلا غيجي شي واحد بحق ما عرفش بلا انا وانا يلاه درت معاه دابا قلت له حقا محتاج تليفون ولا شي حاجه بلا زعما راني في اسبانيا وما عقش بيا كاع. وصافي دابا غيتلاقاني بحال باش يعاوني في الباكاج مزيان حق ما فراسوش بلا انا. وصافي دابا تقريبا وصلنا تقريبا. A few moments later احنا صح وصلنا تلقى في الباب سيمو مزنيش عمي حق ما عرفتينيش انا. لا والله لا عرفتك من الضفه انا خي والله ما عرفتيني بالله فين وكنتسنى ها وكنتسنى. المهم تلقاني سيمو اي كي اي عمي وعاوني في الباكاج هذيك قطنا للدار وعطيتو باش شويه صور الرياكسيون ديال والديا وكانت غير ماما في الدار وهذه هي الرياكسيون ديالها. اقرب مرات خاي خلاص ما نسخيش عنا عضو انا ندير راسي بحال كنخدم في التليفون ديما مزيك هو. A few minutes later خاي بخير طلعت الخدمه ما فهمت حاجه اشتركوا
وصافي انا غيكون على الفيديو حيتاش من بعد ما صورتش حيت كنت عيان وكنخصني نلبس مع والديا وداكشي كنت اصلا بشحال هادي ماشي وهذا يكون ما صورتش كاع داك الايام وكنت صغير جالس كنزها مع راسي في دارنا وداكشي اوفرول صراحه كانت اكسبيريونس زوينه ديال انني شديتها لعندهم بلا خبرت شي واحد وداكشي كامل من المشي من فالونس حتى لبرسيلون من برسيلون تلاقيت ياقوت اللي عمري كنت كنعرفها غير في الانترنيت وصلت معايا حتى لايروبوس مسكينه من لايروبوس في برسيلون بوحدي موراها شديتها لفاس فاس لقاتني ماميد البنت اللي كنت داير معها مهم كل شيء كانت صراحة اكسبيريونس زوينة وخا ما خرج داك شيء كما كنت باغيه حيتاش الكراخ ديال خويا وعماتي بجان ماتي واحدة عمتي فاطمة اللي عيطات لهم قالت لهم بلا شي ناس جايين من الخارج جايين عندكم عاوتاني المهم هما كاع ما شكوا تقريبا خصوصا ماما ما كانت كاع كتظن بلي انا اللي جاي ولا شي حاجة كاع وخا هو اللي شوية قص كيقول يمكن يكون يونس وهذا ولا كانوا اغلبية كيقولوا عائلتنا اللي في الخارج هما اللي جايين وهذا وكان داكشي جبا مشى يتقدى صحابلو بلا جايين عندنا باش يوجدوا لهم وخا هكاك ما كانوش مأكدين كاع خصوصا ماما راه شوية كيفاش ما كانت فهمت والو تلقاتني واقفة ليها وبا حتى هو ما كان غير كيقول بلا يمكن انا حيتاش المهم هما بينوا له فرشاتني عمتي من الاخر ولاني المهم الصراحه اوفرول داكشي كان ناضي وصافي دازو داك الايام صراحه ناضي موراها كنت سافرت عاد غادي نلوح لكم فيديوهات مع صحابي في الرباط في كازا في شحال من بلاصه ودابا راني دابا في اسبانيا راه هادشي كان ايديتي من هاد الشهر زياده داكشي اش مالحت هادي شهر وزياده وثانك يو فور واتشين الفيديو حيتاش اصلا ما صورتش كاع الاوترو داك الوقت بقيت مع والديا وما قديتش كاع نصور لكم الاوترو اللي تفرج ما تنساش دير لايك كومونتي وما تنساش تدخل عندي الانستغرام حيت تما فين كنلوح تقريبا كلشي تما فين اكتيف 24 ساعه على 24 وهذا ما كان باي